أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق في مواجهات متفرقة مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أفاد به شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية. وتركزت المواجهات في مدينة رام الله وتول كرم والخليل التي أغلقت قوات الاحتلال مداخلها بالمكعبات والسواتر الترابية. وفي الخليل أيضا أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محطة منبر الحرية الإذاعية وحطمت محتوياتها وسلمت العاملين فيها قرارا من أجهزة المخابرات بإغلاقها. وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.